نهار اللي جات المحطة كانت جديدة وطلعوا صحاب كراج علال وطلعوا صحاب بن جدية كانوا حريفية، جابوا الناس مستخدمين حريفيين في هذا الميدان. ملي جينا هذه المحطة كانت المحطة بحال المطار. كنشكر أنا الأمن والسلطات المحلية كانوا مراقبين المحطة، كانت مردمة أحسن تنظيم كانت في هذه المحطة. ما دابا خويا لا، ولات مهيمجة ولات عشوائية، ما بقاش كما كانت المحطة، كان الإقبال ديك الساعة. أما دابا لا، الدنيا خاوية من عباد الله، ما بقاش كيجيو للمحطة ولا مخلوعين، ولات عصابات كاينة هنا في هذه المحطة. خصهم يعاودوا النظر، عاودوا النظر لهذه المحطة هذه. هادشي اللي ولا فيها دابا عشوائي، كاينين نقاط سوداء في هذه المحطة، ما بقاش بنادم كيجي ليها ولا كيخاف. ملي كانوا هذوك سميتو الأفارقة حيدوهم، ولكن بقى واحد النظرة أخرى على هذه المحطة هذه. خصهم يرجعوا ليها، خص يكون اجتماعات حوارات، خصهم يرجعوا لارجيف الأول. لارجيف الأول اللي كانوا طلعوا به المحطة أيامات بن جدية وكراج علال، هما اللي خصهم يرجعوا ليه باش يحيوا هاد البيروات عاوتاني يخدموا، ما بقاوش خدامين. أسعار أخويا راك عار، لو كانوا الكيشيات خدامين راه غادي يكون الأسعار مناسب. راه كاينين الناس مراقبة الأسعار كاينة هنايا، والسوبليما راه معروفة، السوبليما كتكون زايدة واحد النسبة، واللي سميتو العادية راه خص يكون عادي. هادشي اللي كاين دابا تقريبا، دابا الإقبال اللي كاين الكيران كيمشيو عامر كيجيو خاوي دابا بها حاليا. دابا أنت كتشوف الكيران موجودين وبنادم ما بقاش كيمشي، وكاين الله يحسن العوان. الأيامات الأولى كان الخير موجود، ما دابا من الكورونا هنا بنادم كملات عليه شويه، حتى بنادم راه تكز شويه في جيبه، ما بقاش بنادم قاد مسكين على هذيك المسؤوليه اللي كانت. ما دابا راه تقريبا بنادم كيشوف واحد نسبه الثمن 4 البلايص ولا 5، وبلاصه تكون دايره 15 الفرنك ولا 17، صعيب الانسان باش غيتم غادي بواحد 4 النفوس يتم غادي بهم باش يدير واحد يومين دعوته، ولا كيقولوا بالتليفون هما، ما بقاش قدر بنادم يمشي. بنادم كملات عليه بالجيب، الله يحسن العوان. كاين الفائدين والثمن عادي، وبنادم ما كاينش كون تيبقاش يجي المحطة كاع. لأن المحطة ولات أسوأ، أسوأ محطة، ما بقاتش كلشي تيهرب منها. الهضرة القبيحة، الوسخ، الهضرة موسخة، وكلشي مع والديه شي معاه. ما بقى حتى واحد يبغي يجي. يعني في أنا مساعد سائق، عندنا الكيران الطوفانات واحد مور واحد، بنادم ما كاينش. هادشي دابا من كورونا حنا مقتولين. الباترون مسكين هو غادي معنا تيتحم معنا تيحل الله وما تيخليناش هنا، وحنا دابا واخا هكذا حنا الكار خاوي، تمشي خاوي تجي خاوي، ما كاينش على دار. كانت متجدة من 20 يوم، ما دابا قالت لها تتبقى لها 3 ايام وتجمع 3 ايام خدمة، دابا 3 ايام تتفراني فيها الخدمة من 20 يوم وانت خدام. دابا حالة عادية والثمن عادي، بنادم ما تيجيش كاع اخويا. اي والله رزقي الصحة والسلامة. بالنسبة للاجواء عادية، الاجواء اجواء بالنسبه باسمها ما كاينش شي كثير. الثمن فهمتي، الثمن هذه بالنسبه للحافلات المضخمات، عندنا الحافلات دوبل بو، عندنا الحافلات الجديد 2025. بالنسبه الشغب ما كاينش. بالنسبه للمواطنين تتواجه الحافلات، اي مسافر تتواجه الحافله، اي حافله بغى ولا اي حافله تتواجه لها بغى. بالنسبه للشغب راه ما كاينش شغب في المحطه. بالنسبه كاين الدعم ديال الكونفورم ديال الكيران موجود على فهمتيني، موجود من الاصباح الصباح الاسواع. بالنسبه للركاب قلال، الارتفاعات ديال بالنسبه للمسافرين اللي كانوا ما بقاش يتكونوا دابا، فهمتيني هذاك اللي كنتي تتعب دابا. وبالنسبه دابا بنادم دابا بالنسبه للاشغال دابا، وبالنسبه للناس راه تتواجد، وبالنسبه للاثمنه راه عاديه، عندنا اثمنه عاديه. بالنسبه السويع اللي بغاو بالنسبه اي اتجاه راه موجود.